لا نشاهد من خلال تلك المحاولات والتسديدات التي شاهدناها في شوط اللقاء الأول. هنا كرة خطيرة وكرة هدف أول في شباك الأخضر. إذن هدف أول في شباك المنتخب السعودي يأتي عن طريق 21 مستيب. Scorer for Azerbaijan, number 8, Elshan Abdullayev. Azerbaijan komandası sağa açır. Gol Abdullayev. Number 8, Elshan Abdullayev. 1-0 Azerbaijan öndedi. Desteğimizi devam ettirdik. Habib Lutayan تصدى لكرتين. لكن هذه لم يستطيع التصدي لها. حبيب العطيان بغض النظر عن الهدف الذي جاء في مرماه تصدى لكرتين كانت في غاية الخطر، ولكن هنا خطأ ربما يلغي كل ذلك. هدف وخطأ يلغي كل ذلك. نعم الأخضر السعودي وبخطأ مشترك ما بين حبيب العطيان وما بين الدفاع تنتهي تفاصيل هذا اللقاء وتنتهي معه حظوظ الأخضر في التأهل للدور القادم في دورة ألعاب التضامن الإسلامي.